عسلامة ومرحبا بكم يا جماعة. بحذينا في بنت اليوم المحلبية، تعرفوها من احنا صغار، قواعد متاعها سهلة. اليوم شنو نوريكم اون فيرسيون بالكريم فريش وبالحليب. الحليب متاع ديليس نبداو به، هو نستحقوا 500 مليلتر من الحليب. فوالا باش نحطوه وباش نزيدوا عليه، وهذه هي لاستوس اللي انا لقيتها تزيد برشا بنا، الكريم فريش كريم سوبيريور نتاع ديليس هذيا، باش نحطوا منها 250 مليلتر باش تعطينا دلا ريشيس للديسير نتاعنا وباش تعطينا حاجه بنينه ياسر. اوب هذو مزوز باش نخليهم توا نستناهم حتى لين يغليو. عندي 75 غرام روز و75 غرام سكر، ومن بعد كيف كيف في السكر عندي اون بتيت استوس باش نعطيها لكم. اتو تويت جوست هذو مزوز ياخذوا غلوه. الحليب والكريم فريش غليو، دونك توا باش نرمي الروز نتاعي وباش نخليه يطيب سله سله، معناها ما لازمش زاد تبقبق برشا، جوست شويه بشويه باش نخلي الروز نتاعي يطيب كومبليتمون. السكر كلمتين عليه في الاخر بالكل، كي بريسك طاب الروز وقتها باش نحط ال 75 غرام سكر ومعاهم بيان سور شكاره سكر فاني، اما هذاك في الاخر كان نحطو من الاول باش يبطيلي في الطياب، معناها يبقى غالونتير لا كويسون. اتو سويت الروز نتاعي بريسك طاب، زدتو 75 غرام سكر وباش نجديدو سورتو شكاره سكر فاني نتاع فانواز، ونخليه يزيد يطيب 3-4 دقائق ماكسيموم. الروز نتاعنا طاب، انا نحب نخليه كريمو شويه، دونك توا تو سامبلومون باش ناخو لوش صغيره هذيا من الغوسيت المفضله نتاعي، باش ناخذو كيس كيما هكا وتوا عندي التوبين كراميل صوص كراميل متاع فانواز، باش نجي نحطها في الوسط. فوالا عندي شويه فيك يا هوني اللي عندكم في الدار، شويه فزق شويه بوفريوة اللي فما في الدار، باش نحط زيتها كيف كيف. ونزيد لوش من الروز متاعي. حاجة مهمة، أستوس مهمة، كي يبدأ يطيب في الأخر بالكل ديما حركو باش هكاكا ما يلصقش من اللوطة. ونكمل بشوية فاكيا، وهكا شفنا المحلبية اللي كلنا نعرفوها والكلنا كبرنا معاها، أما على طريقة جديدة، وسورتو نزيدوها الفستق، نزيدوها التوبين كراميل متاع فانواز، ونزيدوها الكريم فريش، تعطي حاجة بنينة ياسر. جربوها انتوما في الدار، نستنى في رأيكم على الباج فيسبوك ولا الباج انستغرام تاع الكوجينة. يا جماعة ما بقى لي كان باش نقولكم ليلتكم زينة، باي باي.